ومن بعد ما خالو محمد طرد جارتنا وبناتها الشريرات وأسينات وبادما، أسينات صارت محتاجة للمصاري وقررت تشغل بنتها بادما عند مول اسمه فوتيان. هيدا المول في كل شيء. وبنفس الوقت خالو أشرف قرر ياخد أولاد عائلة فنية لعند محلات فوتيان. شو رح بيصير؟ خلونا نشوف. كتير تعباني، أنا كتير تعباني. سهلانا نورت محلات فوتيان. ميرسي كتير. فاطمة شو عم تعملي هون؟ هيدا محل بابا، انتو شو عم تعملوا هون؟ نحنا جايين نشتري زينة عيد الميلاد. وانا جاي اشتري جميع انواع الشوكولاتة. وانا جاي لهون لاشتري اكسسوارات لشعري وتيابي. وأنا جاي أشتري أدوات المطبخ. وأنا جاي لأدفع مصاري عنن. أوكي تفضلوا. أوكي أنا فرجيكن يا أولاد عائلة فنية، لهقتوني لهون كمان؟ ما رح خليكن تفرحوا أنتوا عم تشتروا من محلات بابا، رح نكد عليكن التسوق كرمال طردتوني أنا وماما من مدرسي. ماليكا عم تشتري زيني هلوي وأنا بعدني ما اشتريت، لازم اشتري. واو بابا، وأنا جاي اشتري زينة الميلاد. أوكي أنت حرة. أكيد حرة حبيبتي. ما خسيك، هيدا محل بابا. ايه بس محل بيك عنده كتير كتير زينة حلوة، ما تاخدي من سلطه. اوكي يي فاطمة ليه عم تلحقيني؟ حلي عني. ما خسيك، هيدا محل بابا، بروح مطرح ما بدي. واو فاطمة مبين مش قاعدة على الكاشير عم تحاسب الناس. أول شي هيدا محل بابا، وتاني شي انت ما خاصك. أوكي يي
بادما ليه عم تاخدي لي من غراضي؟ ما عم باخد من غراضك، عم باخد من غراض بابا. بادما بس محل بيك كتير كبير وفي كتير شوكولاتة للميلاد، ما لقيتي إلا تاخدي من سلتي؟ أوكي. يي لعبت الحينة بالحق، مطرح ما بدي هيدا المحل بابا، ما عجبك فيل؟ خلص يا باب محلي عني، وراكن وراكن عائلة فنية والزمن طويل. بيختار الواحد شو بده يختار اكسسوارات، في كتير اشياء حلوة. بادما ليه مش على الكاشير عم تحاسب الناس؟ اول شي انتي ما خصك هيدا مهل بابا، وتاني شي انتي كمان ما خصك، انا بدي روه ما بدي. اوكي شو عم تعملي بسلتي؟ هرة أنا هيدا محل بابا، بس محل بيي في كتير اكسسوارات حلوة، ما لقيتي تاخدي إلا من سلتي؟ أوكي. بعد ما أنا بخاف حدا يلحقني، حلي عني. بتخافي حدا يلحقك؟ طب أنا رح إلحقك لتخافي أكتر. يا خالو وينك؟ خلي بعد ما تحل عني، خوفتيني بخالك يعني. شو حلو الألعاب، عن جد الواحد حلو يرجع للطفولة. بادما ليه مش على الكاشير عم تحاسب الناس؟ أول شي يا مستر أشرف هيدا مهل بابا، وتاني شي أنا جاي اشتري ألعاب إلي. أوكي. بعد ما ليه عم تاخدي لي ألعابي من السلة؟ أول شي يا مستر أشرف الألعاب مش لعمرك، وتاني شي قلتلك إنه هيدا مهل بابا، يعني فيي أخد لي بدي إياه. بعد ما الألعاب لجميع الأعمار هون، أنتي ما خصك. يي بعد ما ليه عم تركدي وراي هيك؟ أول شي هيدا مهل ألعاب وأنا عم بركض لألعب. يا بعد ما حلي عني. بادما عبين عم تشتغلي على الكاشير، شو جايبك لهون؟ هيدا مهل بابا. اوكي.
فاطمة شو عم تعملي؟ عم بشتري أدوات مطبخ للبيت من محل بابا. هلأ كل هالقسم الكبير لأدوات المطبخ بمحل بيك ما لقيت تاخدي إلا من سلتي؟ أوكي بلا 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 بشتري أنا. عن جد شو إنك سئلي يا فاطمة؟ ما حلي عني ليه لحقيتني؟ برجع بقليك أنا هرة هيدا مال بابا. عيلي فنية. وين الكاشير هون؟ يلا لحظة رح نادي فاطمة. فاطمة يلا جيت. فاطمة وين كنتي؟ عم تشتري من كل شي اشتريناه من محل بيا. محل بيا؟ ما تجرسيني قلت لهم محل بيي. فاطمة عيب الكذب، هيدا مش محل بيك، انت بتشتغلي هون. اوكي اوكي بعرف، مرقي لي اياها هالمرة. سبحان الله فاطمة، وين ما بتروح بتكذب. ما اشترى بالتمثيل فاطمة، عن جد صدقت انه هيدا محل بيا. وانا عم قول كيف صار بيها لفاطمة عنده مول كبير كان عنده دكان صغيرة. وانا صرت قول بقلبي نيالة لفاطمة على محل بيا وعنده كتير مشتريات طيبة خاصة شوكولاتة الميلاد. قامت طلعت عم تكذب، لا محل بيها ولا شي. فاطمة ما لازم يسموها فاطمة، لازم يسموها كذابة. وانا صدقت انه هيدا المال لبيها. يلا هدوا المشتريات. عيلي فنية. أهلا وسهلا فيكم بمحلات بوتنيان نبتي شارع الجزائر، وبحب ذكركم إنه المحلات لبابا. فاطمة بلا كذب. على فكرة أنا ما عم كذب، أنا عم بحلم إنه يكون عنا هيك محلات لبابا. وبالفعل مثل ما بيقول المثل، حبل الكذب قصير. ولهون بتكون انتهت حلقتنا من مسلسل عائلي فنية. مثل ما شفتوا يا مشاهدينا الكرام، رجعنا لمسلسل عائلي فنية الاعتيادة، يعني كل حلقة شكل، لكننا حضرنا لكم سلسلة جديدة ومتتالية. المهم انطرونا بالحلقات المتقطعة، وانطرونا بالسلسلة الجديدة، وانطرونا أكيد بالأغاني اللي رح ننزلهم قريبا. ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير للحلقات لكل رفقاتكم وقريبكم لحتى توصلهم، وفجروهم باللايكس. ويلي ما اشترك معنا بالقناة خليه يشترك ليصير من عائلتنا الفنية، هي اللي رح تحبه كتير تقدم له أفضل وأجمل الأعمال. إلى اللقاء. عيلي فنية.